شكرا يا ريس. باشا، ايه الصدف الجميله دي؟ اهلا وسهلا استاذ اشرف الفار. معلش ما تعرفناش كويس المره اللي فاتت. عمر شاهين. عمر شاهين اسم سينمائي زي ادهم صبري. تعرف ادهم صبري؟ اظن كده. ده انا بعشقه. قابلت صاحبتك؟ صاحبتي؟ مش انت جيت امبارح تقابل الهاله؟ لا انت فاهم غلط. فاهم غلط. اه يمكن. فرصة سعيدة. طبعا ما لحقتش حاجة من الاجتماع. مالك؟ ممكن نروح اي حته نتكلم فيها؟ انت كويس؟ بصحى افكر فيكي كل يوم. صورتي كده ما بتفرقنيش، ماسك التليفون في ايدي وعايز اكلمك طول الوقت، مش مركز في اي حاجه. صدقت سبت العيال وجيت جري عشان اشوفك. مفيش حاجة تقوليها؟ انت شايف ايه؟ شايف اني بغرق. عايز ننقذك. خايف تنقذيني. أنا كمان بفكر فيك طول الوقت. ليه؟ من غير ليه يا عمر؟ مش كل حاجة بتحصل بيبقى ليها سبب؟ وأنت كل حاجة بتحصل لك في حياتك بيبقى ليها سبب؟ مش هينفع نتقابل تاني. الناس عندك حق. رحت القصير قبل كده؟ بلد جميلة قوي، بقالي فترة ما رحتهاش. تيجي نروح مع بعض؟ وبعدين هتفيدك قوي في الرواية بتاعتك. اشمعنى الرواية؟ يعني طالما مطعم سمك كان مفيد بالنسبة لك فأكيد القصير هتفيدك قوي. اوكي خلاص، انا هرتب كل حاجة وهقول لك. عمر عامل ايه؟ زمانه كبر دلوقتي صح؟ حبيبي بقى عنده 8 سنين، بس من ساعة ما رجعوا القاهرة بقيت اشوفه بصعوبة. ايوه بس القعده هنا هتبقى صعبه لوحدك، مش بتفكري تنقلي هناك؟ والله يا ابني بيتحايل عليا، بس لا ما اقدرش. في السن ده صعب الواحد يغير عيشته وحياته. ابنها اسمه عمر. دي صاحبة الحضانة اللي كنت بشتغل فيها أول ما اتخرجت. ست جميلة أوي. أنت بتشتغلي مدرسة؟ لا،
خاصية اجتماعية. امال ايه حكاية المطعم؟ دي قصة طويلة قوي. انت بتحب نعمل ايه؟ اول حاجة هنروح نشتري لك قميص ولا نكمل اليوم كده؟ يلا تشوفيه. قولي بقى. بص لي دي؟ لا؟ طيب ولا دي؟ دي؟ لو سمحتي. ايوه. في مرايه هنا؟ اه يا فندم، جوه في البروف. تمام. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه؟ عمر مالها؟ شكلك عامل زي السياح. طب ما انا سايح جاي من القاهره، ايه رايك على البرنيطه حتى؟ لو سمحتوا يا جماعه، ما ينفعش اكتر من شخص في نفس البروفا. انا قلت لك ما ينفعش. خد ده وسيب اللي في ايدك يا دكتور، لايق عليك. شكرا على الشال. لايق عليك وماشي مع الفستان. فنان برضو. انت عارفه ان احنا هنا قريبين من القلعه وممكن ناخد تاكسي من بره. انا جعان. وانا كمان. يلا بينا، هنلاقي اي مكان واحنا ماشيين. اتفضلي. عارفه المينا دي كانت مهمه قوي في فتره من الفترات، قوافل تجارية وحجاج بيطلعوا من هنا على مكة، عشان كده السلطان سليم بنى القلعة عشان يحمي القوافل دي من قطاع الطرق. الصراحة ما كنتش عارف المعلومة دي، بس أنا مش متعودة أجي مع دكاترة الجامعة هنا. دكاترة الجامعة إيه دي؟ معلومات عامة. بس أنا المعلومات التاريخية بتاعتي متواضعة يعني. بس ببقى مبسوطة كده وانت بتتكلم في موضوع بيهمك قوي. فكرني بجدي، انا قلت لك كده صح؟ هو راح المشكلة. اه تمام. بس جدتك؟ اه قدته لسه موجودة، بس بقالها سنين عايشة في دار رعاية، وتقريبا شهر كده نقلناها المستشفى، حالتها اتدهورت، عندها الزهايمر. اه موضوع صعب ده. يعني في ايام بتبقى اوحش من ايه، بس اكتر حاجه انا مضايقاني ان انا ما بقتش عارفه اشوفها كتير زي ما انا عايزه، وبقت طول الوقت بتسال على امي طول الوقت وانا مش عارفه اقول لها.